الحائض قد تقضي الصلاة. الحائض قد تقضي الصلاة. كيف تقضي الصلاة؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا جاءها الحيض بعد دخول الوقت، إذا أتاها الحيض أو نزلت عليه العادة بعد دخول الوقت يجب عليها أن تقضي هذه الصلوات. مثال: امرأة أذن لصلاة الظهر فقالت سأصلي بعد نصف ساعة أو بعد ساعة، مشغول، ونزلت عليها الدورة ولم تصلي. نزلت عليها الدورة، العذر، الحيض، العادة، وما صلت. إذن ذمتها مشغولة بهذه الصلاة، تقضيها متى؟ بعد الطهر. تقضيها بعد الطهر. واضح؟ طيب، كذلك عند انقطاع دمها. عند انقطاع دمها، فإذا انقطع دمها وقد دخل عليها، أو قد عفوا، إذا انقطع دمها ولم يبق عن الوقت إلا مقدار يسير لم يخرج، فإنه يلزمها أن تصلي. القول الراجح من أقوال أهل العلم. مثال: امرأة طهرت قبل أذان المغرب ب5 دقائق، يلزمها ماذا؟ صلاة العصر، لأنها طهرت في آخر وقت، في آخر وقت. امرأة طهرت قبل طلوع الشمس ب5 دقائق، يلزمها ماذا؟ أن تقضي هذا الصلاة. طبعا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو قول جمع من السلف، على أن المرأة الحائض لا تقضي الصلوات التي ينزل فيها، لا تقضي الصلاة التي ينزل في وقتها الحيض وهي لم تصلي بعد. لماذا؟ لأنها غير مأمورة بأن تصلي الصلاة في أول وقت، ولذلك الوقت معها، فإذا نزل عليها في الوقت ولم تصلي قال لا تقضي. وذكر بأن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النساء يحضن، ولم يأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقضين هذه الصلاة، يقضين الصلاة التي نزلت فيها العادة. والراجح هو قول جماهير أهل العلم، هذا مما يحتاط له، راجح قول جماهير أهل العلم على أنها تقضي،